وارد يوتيوب، كيف الحال، اخبار، ايش مسوين، عساكم بخير. فيديو كذا راندوم، فهمت علي، ريلاكس كذا، كل الشعب كله او اكثركم توكم راجع من الدوام، راجع من الجامعه، دراسه وريفا يعني، وبوم فتحت اليوتيوب موديله كذا قدامكم. فتودي اليوم راح نخش على السين السوري. ويت قبل نخش السين السوري لازم نعرف الرابر هذا من اي منطقه من سوريا، صح ولا لا؟ فالرابر هذا عنده لقب attached to the city، يعني he's from، فهمت علي، او ملاصق مع المدينه تبعه، يعني او المدينه اللي هو فيها نظام represent وزي كذا. المدينه هذه اسمها حما، اوكي. تقع حما في غرب، يس، غرب سوريا، يس، يحدها من الشمال قمحانة، من الجنوب براق، البراق وكفر بهم والمحروسة وأصيلة من الشرق، وتل الدرة من الغرب سوري، وتل الدرة ومعر شحور وتلول الحمر from the east، عرفت. وتعرف هذه المدينة بالنواعير أو النعورة، هذا هو النعورة، أوكي، هذا هو النواعير، يعني أداة كذا ancient كذا بقوة، فهمت علي، وهذه المعروفة فيها حما يعني. لسه ما خلصنا. النواعير هي حسب الويكيبيديا يقول إن الناعور أو الناعورة جمع نواعير كما تسمى في سوريا والعراق، أوكي، أو الساقية جمع السواقي. أوكي ساقية وناعورة نفس الشيء، هي أداة لنقل ماء النهر إلى اليابسة على ضفاف النهر. أوكي أنا عبالي كهرب ومو كهرب، أوكي يعني نظام ينقل هذا للمزارع، يعني الجنب أو المخازن الجنب النواعير. أوكي قارد يعني تعبي المخازن أو توصل المياه للمزارع مثلا، يعني صح. أوكي تعتبر سوريا هي موطن النواعير الأول، وتشتهر سوريا بالنواعير التي وجد آثارها منذ آلاف السنين. I'm telling you إشي هذا قديم ترى، فهمت علي، في مصورات ولوحات في السيفساء في أقامية عرفت، وهكذا يعني. أحد النواعير هذه في نعورة واحدة، فهمت علي، تغني راب، عرفت، هي مين؟ عبيدة. يس خشي اليوم على عبيدة. مقدمة طويلة صح؟ خشي على عبيدة. نزل تراك جديد اسمه موفت. تأخرنا كثير، I know I'm sorry، لكن ايش، الطلبات ما كانت عالية عليه، وانا ماشي فقط بالطلبات، عرفت. التراك نزل من شهرين، عبيدة AKA ناعورة، عرفت، عشان تعرفوا ليش لقب النعورة، يعني هذيك النواعير اللي وريناكم اياها، واسم التراك موفت، وبروديوس كالعادة باي بلال داركي، المعروف سابقا ببلال سكوتروم. سو بروديوس ميكس ماستر اظن باي داركي، صح، اظن ميكس ماستر بلال داركي. المهم كلمات تعجبني. Let's go. اوكي قبل لا نبدا، كل واحد يدبر سماعته، اللي ما عنده سماعات بوز يروح يدبر سماعته، او بوز تروح يدبر سماعته، سباك ريلاكس. عبيده اي كي اي ناعوره، موف ات، ليتس جيت ات. وي وي سو بطيات. هي جينج نعورة جينج. وصلب شريان الراب على خشبة مسرحي، صار دم ممسيز من حفة مسبحي، هاد بيتي ومطرحي. انت عطار المسرحي، ذكرت انه في فيديو شفته في قناته لحفلته في دمشق، لو حابين وينت خلنا نشوف كذا لايف شو سوري، ليش لا، فهمت علي، نبغى نشوفهم كيف يادوا على المسرح، لانه اداء في الاستوديو والاداء في المسرح مختلفين. في شيء اسمه تحكم بالنفس، فهمت علي، وعندك الباك اب، مين الهايب مان، مين
الدي جي وراك فهمت علي والجو هذا. ف احد الاشياء اللي احب اشوفها في الراب عامه هي الحفلات صراحه فهمت علي. وحاليا قاعد اتفرج كثير حفلات ابو يوسف برو في مصر. انيوي زينو 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 ليتس جو. لو حابين نوريني نبغى لو تبغوا تشوفوا الحفله وروني لان لسه ما شفتها. وليتس جو باك تو موف ات. وصلوا بشريان الراب على خشبة مسرحي صار دم ممسيز من حفة مسبحي هاد بيتي ومطرحي انت اللي دقت عبابي السلم جرب هاد الدرل لسه متخرج بتسمع بتترب بتلحالة تلت تصحى متأخر زهقت اللي راك بشريك تكسر الراب انا مفاصله منيح بعمل عالتابلو بيت كتير بتجادلو فيك ما تجاملو بريك كيميا فظيعة انا دالتون وتاركون انا دالتون وبس بدي بشيل سلعيمك مين رح يشيلك بالعكس نانك شليتي مني عكرابي سريالي طبخ ياباني والطعم ترياكي فني. ويت معلش معلش برجع بداية البداية للانترو ترى انا ما اعرف شيء هل عبيدة من حما ولا لا اوكي. نسيت اقول الشيء هذا. المقدمة كانت فريستايل ما اعرف من وين هو فهمت علي بس اللقب الناعورة يعني من كلامكم انه حما معروفة بالنواعير ما حد يعني ذكر منطقة ثانية فا I presume that he's from there فهمت علي توقعت انه من هناك فقط فهمت علي. ممكن يكون سوري ولقب ناعوره ممكن من هذه حما ممكن يكون من حمص مثلا فهمت علي او اللاذقية عرفت جو هذا فا you never know بس عشان لقبه رحنا لحما اوكي فا all respect للشباب اللي قاعدين في حما يعني فهمت علي. وإذا في رابرز تاريين من مدينتكم وروني دخل لي كذا في راب مدن طلع يعني خلصنا السينز تبع البلاد. سوري تكلمت كذا بس حبيت أوضح يعني عشان لا أحد يقول لي ترى ناعورة من دمشق ترى ناعورة مو من حما أو من فهمت علي. وأنا هنا شايفه حاط دمشق يعني يس اللوكيشن فعشان كذا حبيت أوضح يعني. Let's go معليش ما بتترب بتلحالة تلت تصحى متأخر زهقت اللي راك بشريك تكسر الراب انا مفاصله منيح بعمل عالتابلو بيت كتير بتجادلو فيك ما تجاملو بريك كيميا فظيعة انا دالتون وتاركون انا دالتون وبس بدي بشيل زلعيمك مين رح يشيلك بالعكس نانك شليتي مني ايش معنى زلعيمك عكرابي سريالي طبخ ياباني والطعم ترياكي أي. فني ايطالي دربته فيليبو انزاكي جيبوت هوميز دونت فاك وذ اس اسمع بولشيت بصرخ انف بيتش انا روس ليس بيتلي مبلا حارتي ضيقة مثل الخلق اللي تجرب تستفزني بضرب الساحة عايدة وبقلة بتستأذني واحكي لي هلا مين اللي حلق شوك على كتافي ما بتقدر تتسلق شح على الليركس لحالي الموسط قولي ما شاء الله. كنت مبسوط اني شفت عبيدة في سافر سوريا فهمت علي. سافر سوريا كان شايف انا توجه بيغهاس يعني في انه يحط يسلط الاضواء يعني في الاسامي الجديدة او الاسامي الساطعة والاسامي الاندرريتد جمع الثلاثة هذولي في فيديو واحد فهمت علي. اسامي جديدة اسامي ساطعة واندرريتد وهكذا فهمت علي. فكنت مبسوط اني اشوفه هناك يعني ادى وبدع كمان فهمت علي زيك يا فا ان شاء الله نشوف تعاونات يعني برا السين. جرب يسوي تعاون مع كالس صح تقريبا التعاون الوحيد معه او الغطينات تقريبا في قناتنا التعاون الوحيد اللي كان برا سوريا كان مع كالس الباقي كله كان جوا سوريا يعني فهمت علي. هوس انس كردي والشباب الثانيين يعني فهمت علي بس برا السين السوري ما سوى كثير يعني ينامين برو. الفيديو سواليف يعني راح نسمع فهمت علي ونسولف نسمع ونسولف فلا احد يجي يقول لي قاعد توقف كثير وزي كذا. واتمنى انكم قاعد تستمتع يعني زي ما انا قاعد استمتع. وليتس جو باك. بضرب الساحه ايده وبقول له بتستأذني واحكي لي هلا مين اللي حلق شوك على كتافي ما بتقدر تتسلق صح على الليركس لحالي الموسط قولي ما شاء الله. موفيت سهرانين على دح ميوزك بيك على اقرب سوكي طلع راسك والبس شاكن ناعورة بيور ليعكر ايام كل معدودة اسف انا عافي وكافف مغيب بمزاج ومدروس. موفيت سهرانين على دح ميوزك بيك على اقرب سوكي طلع راسك والبس شاكن ناعورة بيور ليعكر ايام كل معدودة اسف انا عافي وكافف مغيب بمزاج ومدروس. ضربتن وطلعت بالناتج كلهم بالباكج ناعورة فالج
اسطورة على البيت عندي فول دامج جي وسيدي كيفك حبيبي رحب بفلسفة الليركس الميتافيزيقي بديني هالنحل ما بتلسع لولا رحيقي فحاضر امامك بس تلمح ضو الزينون جاي ما بيخلص اليوم لو جاي برارك ضيق الهودي حتى مقايس على حالك داخل عالسين ماني سامع يحس كاني فايت عغارة ما صوتك بدايل جارة عتلات العشرة قابلني ورح تطلع حنجرتك بمشرط بربط لساني وبدشرك من دمك السايل بالكاسي عم بشرب بتفوا من دمكن السياء حتى كل الاسطور بتلاقوا لمجرى فرق الخبرة انا بروف بحكي بوس انتو فيرا بتنادوا لحجرة عفراشية بالموت بضل بنتقد هبد حولي بحرق غسيلون سوري بس ملتهب حبل صوتي مرتكب جرم يا دوبي غاسل ايدي مطهر توبي نكهة خاصة لايك اندومي لو بتحك شلبي انا تومي عظمة كلابي هالمخصي لساته بيلها ثورة البنشز ولساته عضلة لساني اللي بتغري بحطمك بين ما تبني متلي ليصير معك بنت حيكون معي بنتلي نضحك عليكم شخصيات بديزني حفر يا صاحب نعورة مع تركي موفيت 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 سهرانين على دح ميوزك بيك على قرب سوكي طلع راسك والبس خوزك شعكن نعورة بيور لك كالعادة كالعادة فاير آسف أنا عافي وقافف مغيب بمزاجي ومدروسي موفيت 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 سهرانين على دح ميوزك بيك على قرب سوكي طلع راسك والبس خوزك شعكن نعورة بيور ليعكر أيام كل مدودة آسف أنا عافي وقافف مغيب بمزاجي ومدروسي اللي قاعد يتفرج على او يتابع تراكات عبيدة او الفيديوهات تبعه يلاحظ ان الشباب الحولة دايما ترى نفس الشباب فيك عندك كذا كليك يعني فهمت علي دايما يكونوا معاه يعني في الفيديوهات دوب 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 وي ازا براذر ازا بلاك دود اظن صح اظن اظن والله اعلم اظن 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 سؤال غبي هل في براذرز في سوريا اللي يعرف يوريني يعني ومشاهير يعني لو في مشاهير خلنا نشوف يعني خلنا نغطي لو في براذرز هناك يعني في سوريا اظن في الشام عامة في الاردن في السايفر تبع الاردن تبع بيكاس كان في واحد يا الله شو اسمه ايوه في سايفر خدشة تبع بيكاس السنة الماضية كان في واحد اسمه إد عباس يس هذا ذا اونلي يعني بلاك دود يعني شفناه في السين الشامي عامة صح انت تشوفوه شيء عادي بس ترى في صورة نمطية كذا الشام عامة فهمت علي يعني مثلا يول نيفر سي بلاك دود دير فهمت علي ليفينج دير وزي كذا بس كل ما تخش تتعمق في السين الشامي عامة تكتشف اشياء كثيرة و a lot of stereotypes والبريك يعني فهمت علي بتتكسر يعني الصور النمطية هذه يعني فهمت علي ممكن نشوف كذا براذر فلسطيني يعني فهمت علي why not شوف كذا براذر عرنو عراقي يعني عرفت موفيت سهرانين على دح ميوزك بيك على قرب سوكي طلع راسك والبس خوزك شعكن نعورة بيور ليعكر ايام كل معدودة عاسف انا عافي وقافف مغيب بمزاجي ومدروسي موفيت 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 سهرانين على دح ميوزك بيك على قرب سوكي طلع راسك والبس خوزك شعكن نعورة بيور ليعكر ايام كل معدودة عاسف انا عافي وقافف مغيب بمزاجي ومدروسي bigger 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 اوكي عبيدة موفت وسويناه في تراك ثاني تقريبا ما غطيناه لا مو الضمير لا ضمير من سنتين خدوش يس فيتشرينج بيكو وقبله كان ملين ملين سويناه اوريدي فالفاتنا هو تراك خدوش خبوش تراك خدوش والحفله تبع عبيدة لو حابين نغطيها الحفلة والهذا لسه ما شفت شيء فلمي نو اذا حابين اصور خلوني اعرف يعني اوكي نيكست المفروض يكون كلاوتشي من عراق نزل تراك جديد الشباب العراقيين في الانستغرام بدوا نشيطين فلتس جو نيكست اب كلاوتشي ليتس جيت ات كالعادة اذا عجبك المحتوى تبع قناتي وحاب انك تدعمني لا تنسى تسوي لايك تشترك في القناة تفعل زر الجرس show some love وكان معكم موديلا اوت